شكرا يا رائدة، دائما مبدعة ودائما طلعتش مختلفة، وتنقلي لنا دائما الأجواء في مدينة بغداد بمختلف مناطقها. ننتقل إلى فقرة يا هلا بالضيف. كثيرة هي الموضوعات التي تطرا على المجتمع العراقي وخاصة من النساء الباحثات عن الحياة وتحقيق الأهداف والأحلام بالإصرار والعزيمة، رغم العادات والتقاليد التي تحجم من أيضا من حركة المرأة، كون البعض ينظر إلى المرأة أنه مكانها فقط في البيت، ممنوع أن تمارس حياتها الطبيعية، ممنوع تكون عاملة، ممنوع تكون موظفة، فقط دورها أنه هي تكون مربية لا أكثر. لكن بعض النساء خاصة في المحافظات العراقية اللي يطغي عليها الطابع العرفي والعشائري، نعم، أكو تحدي بخصوص هذا الموضوع، أكيد. وأكو إبراز لهم ولحياتهم المجتمعية وأسرارهم على أنهم يكونون داخل المجتمع وفعالين بها. طبعا بالتأكيد يا زهراء، اليوم أحد أسباب النجاح هو المرور بمرحلة من مراحل الفشل، لولا فسحة الأمل اللي توجد لدى البعض، لأنه الأمل هو وقود الحياة والركيزة الأساسية حتى أنه إحنا نستمر. أكيد أكو أيقونات للقوة ورموز للقوة، اليوم ما يصير أنه إحنا نستسلم دائما، لولا الفشل ما وصلنا الى مراحل النجاح. والفشل الحقيقي هو انه احنا نتوقف عند مطب معين، مو انه احنا ننزل الى الميدان ونخوض الحرب والحياه حتى ننال على الحياه اللي احنا نستحقها. اليوم معنا الكاتبه وايضا سفيره الطفل الكاتبه زهراء الوائل، اللي راح تتحدث ويانا عن كيف تحويل الفشل والمعاناه الى طموح ونجاح. صباح الخير، صباح العافيه، صباح الامل. صباح العافية يا حلوة، صباح الخير عليكم كلكم، ويوم جميل لكم إن شاء الله سعادة كلها. نهار السعيد زهراء، وإحنا سعيدين بلقائك. بالبداية خلي نعرف المشاهدين من زهراء الوائلي، وتحديدا ليش اختارت عالم الكتابة وأيضا حتى تكون ناشطة داخل المجتمع العراقي وسفيرة الطفولة. أول شيء أنا كاتبة زهراء ثامر الوائلي، مواليد 99 من الناصرية. دراستي سادس أحيائي. كاتبة بلشت أكتب أنا صف الثاني ابتدائي، وكانت كتابات عبارة عن شخ أبيض مبحثرة. كل طفل بالبداية يبدي يكتب إنه يكتب حروف مكسرة وكذا، وأنا بلشت هيك أكتب لحد ما إنه وصلت للسادس ابتدائي، صار عندي كتاب اسمه العراق قصة لا تنتهي. كنت كلش متأثرة بالعراق، والحافز الأساسي اللي خلاني أستمر وخلاني أكتب. فمن بعدها صارت عندي حادثة بالبيت، وللأسف احترق الكتاب وبقيت متأثرة عليه تقريبا 3 سنوات. فمن احترق الكتاب بقيت ما أكتب، يعني تركت الكتابة لفترة كلش محدودة. من بعدها انتقلت للأمور الطفولة اللي هي المسرح والإخراج. حلو. فبالثالث متوسط 2014/11/5 أسست فريق اسمه نحو المستقبل. حلو. خصصت لكسب الطاقات الشبابية، أكتسب بها الطاقات الشبابية للبنات الشباب وأظهر على المسرح. فحاولت انه اكتب مسرحيات، عندي 35 مسرحيه سيناريو اخراجي. اول مسرحيه كتبتها اسمها عيد الشهيد، تتحدث عن الشهداء، مثلت بها اني على مود تنجح، فكانت كلش ناجحه كبدايه جديده، وكاني اول مره اظهر على المسرح فنجحت المسرحيه. التجأت لطريقه الكتابه، رجعت للكتابه لحد ما صار عندي اصدار اول. زهراء، اليوم خلينا نعرف على ابرز المعاناه اللي واجهتيها واللي حولت منطقة الحزن عندك وانطلقتي من عندها إلى النجاح. طبعا أنت قبل شوي قلت إذا ما نفشل ما راح نوصل. أكيد. فإذا إحنا ما نتأذى وما نتألم وما نواجه مشاكل من المجتمع والصعوبات، ولا راح نقدر نوصل. نعم. مستحيل إنسان واصل وناجح وبكيانه وبعقله وبكل شيء اذا ما هو متاذي واختبر مناطق الضعف. بالنسبه له عرف اليوم شلون يواجه مخاوفه. فعلا اليوم صح. من ابرز الاشياء الحقيقيه اللي ممكن انه الانسان يتجاوزها ويحافظ عليها انه يواجه الخوف. كل نقاط الضعف لازم احنا نكتشفها بانفسنا ونتغلب عليها بمساعده من نحب او من دون مساعده احد، كانه احنا نكون الاقوى ثبات في هذه الدنيا كلها، واكون السند الحقيقي لنفسي اذا ما كان اكو احد فعلا يحبني ويتمنى لي الخير ويساعدني. فعلا طبعا احنا ما راح نتوقف عند هذه النقطة، والحديث جدا جميل لأنه به كمية من الإصرار والعزيمة والطاقة. اليوم زهراء انت مثال
هواية بنات يحبون أن يظهرون على هذه الحياة ويحبون أيضا أن يبرزون طاقتهم وعلى أن هم يقدمون فد نموذج معين للمجتمع. نعرف اليوم أنه إحنا مجتمعنا يعاني من كثير من النكبات وخاصة العنصر النسوي دائما يكون بخانة ضيقة، كل الأشياء أنه هذا عيب وهذا ما يصير، ونعرف أنه بحكم عاداتنا وتقاليدنا. زهراء شلون قدرت تظهر وتواجه العادات والتقاليد والأعراف العشائرية خاصة بالمحافظات الجنوبية؟ قدرت أواجه بالبداية، واجهت وين مشاكل ولحتى سنة أنا أواجه مشاكل، لكن ما دام إنه عندي ثقة وعندي حلم أقدر أوصل له، أحاول إنه أتأذى، أحاول إنه أتحمل كل شيء على مدى أقدر أوصل لحلمي. إنه أنا عندي حلم إنه باكر عقبه إنه أنا أريد أصير عندي مستشفى الأطفال ونصير كاتبة معروفة بالإنسانية. يعني لازم أنا أتحمل كل المشاكل اللي تحيط بالمجتمع، لازم أجرب، لازم أعيش التجارب المؤذية، التجارب الفاشلة، التجارب الناجحة. الشيء اللي خلاني أوصل لهذا المستوى هي تجاربي، التجارب اللي أنا تأذيت منها، هواي تحملت، هواي تأذيت من قبل المجتمع. أسمع الصديقة وأسمع الصديقة اللي هم قريبين على قلبي يحجون علي أو يأذوني أو هواي أمور، لكن ما دام إنه أنا ثاقة بنفسي، ثاقة إنه رب العالمين راح يوصلني بهذا الطريق. طبعاً أكيد. هذا أكثر شيء بخليني أوصل هذا الشيء وعايشة مستمرة. طبعاً أكيد كل إنسان هو يستحق إنه يكون بالمجتمع وبحياته بالمكان اللي يستحقها، ولازم أكون فرق هنا، أنا حب الذات وليس الأنانية، إنه أنا أقدم لنفسي أفضل الأماكن وأفضل الأشياء وأكافئها بكل شيء. الله ما خلقني عبث، اليوم الله خلقني حتى أنا أعيش وأنجز وأكون صاحب موقف في هذه الحياة، وحلو اليوم إنه أني أكون فعلاً أقدم خدمة إنسانية بحتة تميزني عن باقي الكائنات الحية. شنو سبب اتجاهك اليوم إلى عالم الطفولة؟ اتجهت للطفولة، شفت إنه الطفل أكثر طفل يعني أكثر شيء متأذي بالعراق من بعد المرأة طبعاً، فشفت إنه لا له حقوق، لا راتب، لا تربية، وبعض الآباء والأمهات فعلا تربية خطأ، صح، هواي أمور. فأنا التجأت للطفولة بالذات أطفال السرطان، التجأت لأن يحتاجون دعم ذاتي اللي قبل من يأخذون الجرعة ويتأذون، فهم يحتاجون واحد ينطيهم طاقة إيجابية، يحبون الحياة، يحبون العلاج شلون يأخذوا يقدرون. فأنا التجأت للأطفال على مود أقدر أساعدهم، تعامل وياهم بروح الطفولية، تعامل وياهم بإنسانيتي اللي أعطانيها رب العالمين. فالتجأت لهذا الشيء الحب للأطفال، لأن أحس إنه الطفل هو مثل يعني شيء عظيم عندي، هو ملاك، ملاك بالضبط، وما يحقد، لا مو مثل البشر الكبير. فأنت إذا عاشرت طفل وحبيتي وهو حباك، أتوقع إنه أنت يعني إنسانة صح مثالية. صح، وعادة الطفل من أهم الأشياء الجميلة بيحس بأمه ويحس بالجانب اللي يكرهها وبالجانب اللي يحبها، فبالتالي يسندها ويدافع عليها بغيابها. طيب عالم الطفولة عالم جدا واسع، واختارش أنه أنت سفيرة الطفولة العراقية والعربية، كيف قدرت تحققين هذا اللقب وبنفس الوقت اليوم أنه أنت في هذا العمر الصغير حققتي هذا اللقب جدا رائع واحتضنتي فئة فعلا مظلومة داخل مجتمعنا، وخاصة الأطفال اللي يعانون من أمراض السرطان أو الثلاسيميا اللي هم عادة ما يلقون العلاج المناسب لهم، وحتى مستشفياتنا غير مؤهلة. تخصصت الأطفال السرطان، قلت لك إنه طفل يحتاج لدعم ذاتي، قلت أنتقل للمستشفيات بغداد، كربلاء، البصرة. أول مستشفى زرتها مستشفى البصرة عن الأطفال السرطان. فالتقيت بالأطفال هناك، عرفتهم، حكوا لي معاناتهم، هو أمور الجرع، العلاج اللي عندهم ناقص، الأمور اللي هم يواجهوها من قبل المشاكل اللي عندهم. فالتجأت لهم، حسيت إنهم يحتاجون إنسان يسندهم، يساعدهم، يوقف فيهم، يحس بآلامهم. إحنا صح يعني نقول إنهم يتأذون بس ما نحس بالألم اللي هم يعيشون. تخيلي إنه الطفل تبدأ الجرعة مالته، ظافرة ظلت أذي، شعره يوقع، جسمه ينهل، يعني لهاي الدرجة إنه هاي أشياء بسيطة. إحنا بنسخن، إحنا بنسخن راح يعني نتأذى هو العدد شلون، وياخذ جرعة وجرعة توقع شعره وتوقع جسمه وتأذيه. فأنا التجأت لهذا الشيء لأنه الطفل مخلوق بريء فيحتاج هذا الشيء، فما دام أنا عندي براءة وهو عنده براءة أقدر بهذا الشيء نصنع إنسان يبي. فأكثر شيء من المنظمات اللي دعموش؟ لا ماكو منظمات، وأني أصلا ما التجأت لأي منظمة. شو قدرتي تساعديهم؟ إذا أنتي تقولين يحتاج إلى تمويل ذاتي، هل عندك شو اليوم التمويل الكافي على أنه تتعينين أكبر عدد ممكن من الأطفال أو أنه تتواجدين ما بيناتهم؟ نعم، أكو أشخاص يعني يساعدوني، وفريقي اللي هم الفريق مالتي اللي موجودين الأعضاء. يعني أنتم منظمة؟ منظمة بس ما بعدني مسجلتها.
فعندي 50 شخص تقريبا، 50 عضو، يعني كل شهر نجمع 5 أو 10 نجمعهم، نسوي عيد ميلاد للأطفال أو نروح لهم وفد نسوي لهم مهرجان زين، أو أني أشتغل هماتين مرات على مود أقدر أمطي راتب مالتي عند الأطفال. زين، قبل قليل ذكرتي نقطة جدا مهمة، اليوم مو فقط الجانب الصحي حتى الجانب التربوي، قلتي إنه كثير من الأطفال ما يعرفون إنه الأم والأب كيف يتعاملون معهم وحتى يربوهم. اليوم أنت هل أقمتي دورات تقوية يعني ممكن تنمية ذاتية تطلعين الأهل تحديدا الأمهات، كون إنه إحنا نعرف حضرتك من محافظة جنوبية اللي هي محافظة الناصرية، أكيد نوجههم تحية حب واحترام. اليوم الكون إنه أنت من بيئة محافظة جدا وتحديدا حيختصر عملك ممكن مع النساء، وجهتي لهم اليوم دورات كيف تأهليهم، كون انه ايضا نعرف المحافظات الجنوبية يكثر بها زواج القاصرات اللي اصلا ما يعرفون كيف يتعاملون مع الاطفال. اليوم انت اقدتي حملات ممكن توعية وتثقيف لكيف التعامل مع البيئة اللي راح ينتقلوا لها مع الحياة الجديدة مع المسؤولية الموكلة لهم؟ على اليوتيوب. نعم، سويت فيديوهات على اليوتيوب وانصح بها التعامل مع الطفل. نعم. شلون نقدر نربي اطفالنا صح، شلون نتعامل وياهم باسلوبنا بكلامنا بتعاملنا طريقتنا بالبيت تحدثنا انه الطفل شلون راح يصير انسان ناجح، شلون راح يحب حياته، شلون راح يوصل. فشرحت هواي امور للامهات، هواي امور للاباء هماتين، هماتين من خلال ما اروح للمستشفيات او اروح الاماكن او الاقارب او الاصدقاء، فحاول انه انصح اشوف المرية لا تضرب ابنها، انه انصحها للضربي ما يصير يتعامل هذا الطفل بهاي الطريقة. يعني احاول بكل مكان القى طفل او ام وعاملها خطأ فحاول انصحها واعلمها. حلو، انت حتكونين ماما ناجحة كلش ان شاء الله وام صالحة، تقدرين فعلا اليوم تربين اولادك ان شاء الله بالطريقة الصالحة اللي كل ولد اليوم يحتاجها، وكل ام اليوم تكون أم وسند حقيقية لأولادها. شاهدنا بالآونة الأخيرة ردات فعل جدا غاضبة من قبل الأمهات، أي ما تسمى بالأم اليوم اللي تجني على أطفالها فعلا. أنه تنهي حياتهم. يمكن آخر مشهد الأم اللي نحرت بتها، وقبلها أم اللي رمت أولادها من الجسر، والأم اللي تركت أبنائها بالشارع، وغيرها من القضايا اليوم اللي تمس الطفولة العراقية. لما نجي نتحدث معهم هم فعلا مثل ما ذكرت يا هبة قاصرات بأعمار جدا صغيرة، الزوجه ما يعرفون طبيعه هذه الحياه وشنو مصاعبها. باول مشكله نشوفها انه هي ترمي بالطفل الى التهلكه او تقرر هي تنهي حياته، رغم انه هذا الامر يعني محزن جدا. صح. وما اعرف شلون اوصفه لانه صعب الام انه اكيد تبادر بمثل هكذا عمل اجرامي شنيع. كيف اليوم تقدرين توصلين هذه الرسائل؟ يمكن مو الكل اليوم يتعرض لليوتيوب، مو الكل يحب يتصفح صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لكن ما هي أبرز المنابر اليوم اللي نقدر نستهدفها ننشر الوعي، ننشر الحب والسلام؟ يمكن نحن اليوم ابتعدنا عن السلام الداخلي وعلى الآخرين. أول شيء هذا السبب نعرفه لازم، إنه سبب ضغوطات نفسية، تكون ضغوطات نفسية من قبل الأموال أو تكون من قبل الزوج أو من قبل التليفون. فهذا الشيء انه راجع لها والزوج، هي يعني كمريه اذا كانت قاصره مثل ما قلتي لازم الاب ينصحها او زوجها او والدتها تنصحها، فهذا يراجع لها. فاحنا ننصح انه ماكو شيء يسوى حتى ننهي حياتنا، ترى الحياه حلوه بوجودنا، احنا نقدر نحليها، احنا نقدر نصنع سعادتنا، نقدر نحقق كل شيء بايدنا، ما يسوى انه نقتل نفسنا. الله خلقنا على مود نضحك ونبتسم ونوصل ونحقق احلامنا. طبعاً إنه هو إنسان، هي إنسانة، ليش وقت تظل نفتهم إنه هي مرأة وهو ولد؟ فهذا الشيء اللي هو جاي أثر بالمجتمع. طبعاً أكيد مثل ما تفضلتي اليوم هم نتيجة ظروف وصلوا لهذه المرحلة، هنا العاتق يقع على مسؤولية الأهل إنه كيف هم أصلاً بالإمكان يزوجون أولادهم بسن غير مناسب، أو إنه أصلاً هم حتى إذا كان سنهم مناسب لكن هم غير مناسبين. اليوم الارتباط هو ما خاصة بعمر معين، هو شخص مناسب، إذا شخصين هم بإمكانهم يتحملون هذه المسؤولية لتربية جيل ويخلقون مجتمع جديد، أوكي. لازم إحنا لازم اليوم نرتقي بهذه المنطقة، لازم نطلع من عالم إنه خلاص لازم الزوج أكو فشي اسمه زواج، أوكي هاي سنة الحياة وجدا ضرورية، لكن لازم اختيار الشخص المناسب، لأنه خطية يجون هذول الأطفال حتى إذا ما صار لهم شيء. حتى الانفصال اليوم هو أبغض الحلال عند الله،
طبعا بالتاكيد اذا شخص غير مستقر ممكن انه ينفصل، لكن احنا خلينا نتجنب هاي المواضيع كلها، لانه دائما الضحيه هم الاطفال، وحتى الاب حتى الام هم ايضا ضحايا ولها هاي تاثيرات نفسيه. نتمنى انه يا ربي كل اثنين مقبلين على هذه الخطوه يدرسوها صح، ومن ثم من بعدها يقررون هذا الشيء. طيب يا زهره، خلينا نتعرف على الكتاب، عندك كتاب تحدثينا عليه، عنوانه، محتواه، وليش اختاريتي هذا العنوان اللي هو اوجاع طفله؟ الرواية تتحدث عن وجاع طفلة، طفلة اسمها وجاع، تحدثت عن سبع حالات. اسمها؟ وجاع. وجع. وجع، الوجع هو الألم. فوجع مرت بسبع حالات بالمجتمع، اللي هي بدت بالرقان اللي هو بصوار كل طفل يصاب به، من بعدها التيتم، من بعدها الاغتصاب، من بعدها التشرد والتوحد والتيتم والثلاسيميا والمتلازمة. هاي أنفع أعنف، حتى بطلت أعرف أقول أبشع أنواع العنف هي مرت به. يعني هذا حقيقي ولا من وحي الخيال؟ حقيقي. هذا حقيقي؟ حقيقي. بالنهاية وجع تتوفى بالسرطان. وجع هي طفلة واحدة، كل طفل بيها يعني وجع جمعتها بسبع حالات، هي طفلة واحدة بس جمعت السبع حالات اللي أنا شفتهم بعيني. يعني سبع أشخاص جسدتيهم بشخصية واحدة، أو هي شخصية تعرضت لهذه الحالات السبعة؟ لا لا، شخصية واحدة جمعتها بوجع. لا عفوا، سؤالي هنا تحديدا احنا شوية دخلنا بالهاي. سبع أفراد، كل فرد من هذول الشخصيات، يعني سبع شخصيات كل شخص يحمل ألم ووجع معين، أو هي شخصية واحدة تحمل كل أنواع المعاناة؟ لا لا، كل واحد يحمل وجع. اوكي، فهي جسدت شخصيات بشخصية واحدة، مجموعة شخصيات. تمام، لأنه احنا صراحة دخلنا انه ما معقولة، انه هذه الله غاضب عليها انه يصير بها كل هذه المواقف. طيب، خلال ما عمل ويا الأطفال يعني، فكل الأحداث اللي كتبتها هي تتحدث عن الأطفال، وهماتين ذكرت المظاهرات وذكرت يعني هواي أمور، ما بدي أخرب الرواية عليكم، بس بالأخص هي وجع هنا بالنهاية تتوفى، وتقول انتظر انتصاركم، ولها الجزء الثاني اسمه أفراح وجع. أفراح تنتصر بعد الوفاة. هي تنتصر. زين شوية غششينا، منعتها إذا هي توفت وين الانتصار والفرح اللي تنتظره وجع؟ أنا راح أكتبه. أنت راح تكتبين؟ لأني أصلاً تتحدث عن مصر. وشنو فائدة وجع؟ تتحدث عن الأطفال اللي من بعدها، اللي كملوا مسيرتها ممكن؟ بالضبط. يعني اليوم هذه الرواية هل هي انبعاث لطاقة تزيد العزم والأسرار على الحياة، وأنه أنا أتحدى مطبات الحياة؟ هي هيك إيه، بس أنا اللي ذكرت بها أنه أريد أوعي بها الناس عن الأطفال، تمام، عن الألم اللي يعيشوا، كخليتها مصدر توعية للألم اللي موجود، يعني ينتبهون لكل طفل شلون جاي يتأذى. زين، بالضبط. الرواية تم نشرها وتوزيعها أم لسه؟ تم توزيعها ونشرها، الحمد لله حصلت. لاقت رواج على عموم المدن العراقية؟ خارج العراق؟ داخل العراق، سوري. اي تمام، بالبصرة وبغداد وناصر، يعني توزيعها كان زين. خلي حبينا نتحدث عن ردود الفعل بالنسبة للرواية، يعني أكيد اليوم كل رواية لما نقراها راح نبتدي بردود فعل لنا، وبالتالي راح نعرف المحتوى مالتها ونقدر نعلق عليها. التعليقات اللي وردتش على هذه الرواية كيف هي كانت، وكيف كانت ردود الفعل ومدى استجابة المتلقي للرواية؟ هو كانت أول إصدار لي، بس كان أول إصدار ناجح الحمد لله، ما واجهت أي انتقاد. حلو. أي انتقاد سلبي ماكو، كل كلام إيجابي، لكن بها أخطاء إملائية كانت، أو أخطاء مطبعية. مشكلة عليها يعني، كانت يحتاجها تنقيح أكثر ممكن؟ بالضبط. طيب، اليوم أنت لما بلشتي بكتابتها نفس ما تفضلت يا زهرة أنه أكو ردود فعل، لكن بالبداية هل كان مخطط أنه يكون جزء ثاني، أو ردود الفعل الإيجابية هي اللي دفعتك أنه أصدار جزء ثاني من نفس الرواية؟ لا، الرواية هي كتبتها، كان أكو حادث صاير لي كتبتها رأسة، خلال تقريبا شهر كملتها بسبب الحادث اللي صار. عفوا؟ حادث صار وكتبت الرواية. أي. فعندي طفل اسمه صادق. نعم. تمام، اول ما زرته بالمستشفى، صديقي تقريبا عمره 5 سنوات، فاول ما رحت للمستشفى وزيارته له كان يقول لي خاله اريد ايباد، وزي عسكر عمود من اكبر اصير بالجيش. طيب. تمام، صدوق حد ابطال السرطان. فمن رحت لاني ثاني مره صدوقي شفته انه مو مثل بالبدايه اللي انا شفته، شلون تعبان وذبلان ونهلان. فسويت الحفلة مات الأطفال ورجعت للناصرية من بعد ما كنا بالبصرة. خابراني دكتور نائل، قال لي سيد زهراء، قلت له نائل صادق شبيه، يعني كأنه ماكو إحساس إنه يقول لي صادق إنه بشي، فقال لي إنه صادق توفى. الله يرحمه. فمن توفى صدوقي تأثرت عليه كلش، كلش تأثرت عليه. فرأسة
خليت موسيقى بإذني وقلمي وكتاب ودفتر كان عندي فبلشت أكتب. يعني كان الإلهام إليك؟ الإلهام إلي. فكل الطاقات اللي كانت مكبوتة بداخلي كتبتها بالكتاب، كل الألم اللي كان يعيشوه الأطفال كتبته نابلة. يعني أنت طبقتي من رحم المعاناة يولد الأمل. بالضبط. فبقيت يعني أكتب وأبكي أكتب وأبكي، حتى ذكروا أنك هو الدفتر الموجود عندي عليه الدموع اللي موجودة. فكل ما أوصل أنه وجع صادق وموجود وهنا حتى صورته. يعني زهراء اليوم فعلا كثيرين على قيد الحياة، قليلين على قيد الإنسانية، وأنت فعلا صح. تتمتعين بإنسانية هائلة. نتمنى يا ربي على قدر النوايا تكون العطايا، وعلى قد ما أنت تحبين تساعدين تقدمين يد الخير لكل الناس أيضا، الله يكون دائما يبعث لك ناس تساعدك وتكون أيضا دائما مصدر أمل بالنسبة له وطاقة إيجابية إن شاء الله مثلكم. طبعا فعلا زهراء يعني أشوف بنوتة صغيرة بس ناجحة، يعني اليوم عمر صغير لكن العطاء كبير. صح. وهواية ناس أصحاء ويملكون كل مقومات الحياة، لكن هدفهم الأول والأخير هو إفشال الآخرين. هذه المشكلة الأكبر. لكن اليوم إنه إحنا نشوف أكو هواية ناس بأعمار جدا صغيرة يمنحون لون للحياة مختلف وحب للحياة من جانب آخر. عالم الطفولة عالم جدا جميل. اليوم لو كلياتنا شعرنا بالسلام تجاه الأطفال أكيد رح نحقق السلام لهم، وبالتالي ما رح يتعرضون لأي من المطبات ومشاكل الحياة. كل الشكر لك يا زهراء، نورتينا، وأتمنى يا ربي اللقاء الثاني اللي يجمعنا إنه نكمل الرواية بس بها نوع من الفرح. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا لك، كل السعادة بوجودكم، ونتمنى كلمة أخيرة من حضرتك. كلمة أخيرة، حبوا حياتكم وعيشوا وحققوا أحلامكم، وماكو شيء يسوى على مود نقدر نضوج. الله خلقنا على مود نبتسم ونضحك ونعيش حياتنا، عندنا حلم وعندنا طموح وعندنا أمل. العراق حلو، إحنا حلوين ونقدر نوصل نحقق حلمنا. وتيهم حلوة. شكرا لتواجدك معنا. طبعا بالتأكيد اليوم هو الفشل مثل ما ذكرت بداية أحد المحطات اللي إحنا نمر بها حتى نوصل إلى المناطق اللي إحنا نستحقها. أما الفاشلين دائما خلينا نتخذهم إنه هم خطوات نمشي إنه إحنا عليها نكمل خطنا وطريقنا إلى النجاح. نلتقيكم بعد الفاصل.